افعال. برضو احنا في الفقره دي مش هنقول راينا بس، حبينا كمان نعرف راي حضراتكم من خلال الشارع، من خلال كاميرا صدى البلد وان بوكس طبعا. خلينا نروح نشوفه مع حضراتكم ونرجع على طول. المسلسلات اللي حضرتك تابعتيها السنه دي؟ محمد رمضان. محمد رمضان في تحفظات عليه، انما المسلسل كان اكتر من رائع. ومحمد سامي كمخرج وكاتب للقصه، لا جديده وظريفه جدا. جعفر العمده كنت حسيت ان هو لذيذ. جعفر هي جعفر العمده. مسلسل المداح ومسلسل جعفر العمده. مسلسل ستهم وبابا مجال. المسلسلات في رمضان السنه دي حلوه وكويسه، و في طبعا مسلسل جعفر واخد الجو كله. شوفي انا محمد رمضان اي مسلسل يعمله لازم اتفرجه. تابعت علاقه مشروعه وتابعت جميله وجعفر العمده، بس مش كلها يعني. ايه رايك في المسلسلات انا بقى فيه كتير منها 15 حلقه بس؟ والله احيانا مسلسل كانوا بيزودوا في عدد الحلقات وبيمطوا في الاحداث بتاعتها، ما كانتش لطيفه. بس اذا كانوا هيوجزوها يعني بقى في ايجاز للقصه في ال 15 حلقه ويكتفي بالغرض، ما فيش مانع. بحس ان هي بتدي فرايتيز كتير، وان انا اقدر اتفرج على سيريز مختلفه، وبتدي فرصه للممثلين تانيين وجداد ان هم يطلعوا بمسلسلات جديده. والله توجه كويس يعني، برضو ان 30 حلقه دي بتبقى شويه ممله يعني، لو ما كانتش حتى يعني قادره انها تشد الجمهور قوي بتبقى ممله شويه، بس 15 ده توجه جديد يعني كويس. الاحداث مط جامد قوي يعني، فكل ما يبقى الاصغر بيبقى المحتوى اسرع يعني احسن، عشان ما تبقاش بتطول والواحد يمل، فهو كده احسن. 15 حلقه كويس، دي احلى، دي اجمل كتير، لان الواحد قبل ما بيستنى ال 30 حلقه ممكن يكون مل وزهق، لكن دي ما شاء الله جميله يعني كده. يا ريت كل المسلسلات تكون 15 حلقه. بعتي مسلسلات بسبب كلام السوشيال ميديا عنها والكومنتس والحاجات؟ هو جعفر العمده بس عشان الميمز، فانا كده او كده كنت حباه فكملت متابعه ليه، وحاسه ان هو بقت مور فان عشان الميمز بتخلي الفرجه حلوه. في حاجات مثلا بتشدك زي التمثيليه بتاعت منى زكي، يعني انا في الاول ما كنتش متابعها الكلام في السوشيال ميديا يعني بصراحه شدني، بصراحه ممتازه. جعفر العمده اللي هو قبل يعني الاعلان هو اللي خلانا نتابع المسلسل. الكاركترز والستوري والسكريبت اللي هما كان كاتبه محمد سامي كانوا حلوين قوي، وحاسه ان كل ممثل فيهم ادى الدور بطريقه بجد اوثنتيك قوي، حاسه ان كل واحد فيهم ساب التاتش بتاعه. قصه من الواقع بتاعنا يعني، وبعدين تشدك برضو يعني حته واحد بيدور على ابنه، موضوع برضو مهم يعني، موضوع يشد اي حد ويخليك لازم تندمجي معاه. وبرضو المخرج مبدع بصراحه، احنا بقالنا سنين كتير مع محمد سامي يعني متابعينه. لا ليه اسلوب مختلف بيشد يعني. اللي شدني شخصيته، الاداء اداء المسلسل اداء نفسه في المسلسل ممتاز جدا ما شاء الله. هي شخصيه بتاعته شخصيه جميله جدا يعني، هي بصراحه شدت كل الناس صراحه، احداثها حلوه قوي قوي يعني.